عودة إلى 10 الصبح في الأهلي، بجدد الترحيب بكل حضراتكم مرة تانية في أولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة. والحقيقة عندنا كلام كتير حابين نتكلم فيه مع حضراتكم عن المونديال وعن مجموعات المونديال، وهنبتدي النهاردة بالمجموعتين الأولى والتانية. وأكيد برضو لن يخلو الحديث من الشجن المعهود من فكرة عدم مشاركة مصر في هذا المونديال. ده اللي هنتكلم فيه مع ضيوفي اللي منوريني في حلقتنا النهاردة معانا ومشرفنا، اتنين من خبراء التحليل الرياضي، الأستاذ وليد ماهر وكمان الدكتور أحمد ثابت. يا صباح الخيرات وأهلا بيكم معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل يا أستاذ كريم، صباح الخير، وسعيد موجود مع ثابت النهاردة. نخلي البداية ذات شجون ونتكلم قبل ما ندخل بقى مع حضراتكم عن التفاصيل بتاعة المجموعتين الأولى والثانية في المونديال، نتكلم عن الحاجة اللي أكيد مزعلانا كلنا واللي هي بعيدة عن المنطق، أو مش بعيدة قوي عن المنطق، يعني برضو كلمة حق لازم تتقال، دي نتيجة شبه منطقية لأمور كتيرة وصلتنا لأن احنا نكاد نكون شبه يعني غايبين بصفة دايمة عن المونديال. فتعالى نبتدي بالموضوع ده. حضرتك قصدك على منتخب مصر طبعا. طبعا بطبيعه يعني منتخب مصر يعني للاسف الشديد كان كل المصريين كان نفسهم اكيد ان منتخب مصر يكون موجود في كاس العالم، وخصوصا في المجموعه. طبعا لو احنا يعني مش عايز اقول يعني الموضوع خلص خلاص، بس يعني كان المفروض ان احنا كنا مكان يعني لو كنا مكان السنغال كنا موجودين في المجموعه دي وفي ماتش الافتتاح بالظبط يعني كان. لكن ما هو يعني اللي اكيد منتخب مصر كانت فرصته قويه، وكان حصل لنا حزن كبير ان احنا ما قدرناش نوصل لقطر، اول بطوله تنظمها دوله عربيه طبعا كان نفسنا نكون موجودين فيها. واكيد يعني حاجات كتير حصلت يا استاذ كريم، من بدايه الاختيارات للمدير الفنيين، مدير فني يقعد اسبوعين ويمشي، مدير فني يجي يحقق نتائج كويسه، يعمل نتائج جيدة في كأس العرب كيروش، يوصل كأس أمم أفريقيا مركز تاني، بعد كده تصفيات كأس العالم بيوصل فيها لحد آخر مرحلة مع ماتش السنغال اللي هو اللي اتلعب في داكار. بعد كده الكل توقع أن هو يستمر، لكن طبعا الاتحاد الكورة كان ليه وجهة نظر أخرى، وتم طبعا الإطاحة بكارلوس كيروش اللي هو دلوقتي بيتولى مسؤولية منتخب إيران في كأس العالم. مش عايز أقول بقى مش عايز أقول كلام صعب يعني على القائمين على اتحاد الكورة، لكن بالتأكيد يعني في قرارات كانت يعني كان المفروض تتراجع أكتر من كده، وده اللي أدى في النهاية أن منتخب مصر ما بقاش موجود في كأس العالم. لأن لما حاجات كتير يا أستاذ كريم بتتعمل قرارات بتتاخد متسرعة شوية أو بدون دراسة شوية، فبتؤدي للآخر أن المنتخب ما بيوصلش. هي كرة الموضوع مش موضوع ملعب بس، دي نتيجة قصة مش قصة القصة مش قصة ملعب، مش 11 لعيب طبعا. لا، القصة بيبقى في حاجات بره الملعب أيضا بتأثر على وجود المنتخب في المكان اللي هو يستحقه. يا ترى عندك نفس القدر من الشجن في الملف ده وفكره ان احنا مش مشاركين؟ اكيد طبعا، يعني اكيد كل واحد كان بيتمنى ان منتخب مصر يكون موجود في كاس العالم، اكيد بيدي يعني بيدي حاسه كده خاصه او بيدي احساس مختلف لاي مصري ان بلده بيبقى موجوده في كاس العالم. لكن انا شايف برضو انا بتكلم دايما فني، يعني حته الفني انا شايف ان حظنا وحش ان احنا قابلنا السنغال. ممكن يكون في اخطاء، طبعا اكيد في اخطاء اداريه او كده، ولكن انا شايف فنيا لو مصر كانت قابلت اي منتخب غير السنغال كنا هنبقى نسبه وصولنا اكتر من كده، لان منتخب السنغال يعتبر واحد من المنتخبات، يعني هو المصنف رقم على العالم 18 حاليا، تصنيفه رقم 18 على العالم، منتخب كل الناس في التوقعات مرشحه ان هو ممكن يوصل على حساب. طول عمر السنغال منتخب قوي الحقيقه، وخاصه في الجيل ده، خاصه في الجيل الحالي مع بقياده سادي ومانيه، واللعيبه كلها دلوقتي اغلبهم محترفين في الدوري الانجليزي، وعندهم لعيبه في بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وعندهم اثنين في تشيلسي. فالجيل ده انا شايف ان لو كنا قابلنا حد تاني، لو كنا قابلنا تونس، المغرب، يعني اي حد من الكوت ديفوار، الكاميرون، كنت تقدر ان انت تصعد، ولكن انت حظك برضو، ولكن يعني ده توفيق، يعني سوء توفيق لينا. وان شاء الله يعني نحاول بقى ان احنا نبني ونخطط ونحاول ان احنا نقلل معدل الاعمار الموجوده حاليا. ده اللي المفروض يكون في خطه اللي احنا نتكلم فيه، ان لازم الفتره الجايه يكون في خطه اعداد جيل موجود من خلال منتخب الشباب، منتخب الشباب اللي هو موجود دلوقتي في 2006 مع كابتن محمد وهبه، و2003 منتخب 2003، ومنتخب 2001 المنتخب الاولمبي. لازم ان انت في الفتره دي تعمل جيل كويس وتشوف اللعيبه اللي ممكن لما بعد 4 سنين هيبقى معدل اعمارها كبير،
تقدر ان انت تتجنبها في الفتره دي او تقلل مبارياتها، تبدا ان انت تدي للعيبه صغيره حتى لو تدريجيا في المباريات دي في خلال سنين، بحيث ان هم لما يوصلوا بعد 4 سنين يبقى عندهم زي ما بنشوف النهارده انجلترا وبنشوف المانيا وبنشوف، وهنتكلم دلوقتي على قائمه اللعيبه اصغر لعيبه في المونديال. بس اللي احنا بنتكلم فيه ده قابل للتنفيذ فعلا يعني. اعتقد ان الخطوات الاصلاحيه انجاز التعبير يعني اللي اتخذت حتى هذه اللحظه المفروض ان ينتج عنها خير بالمقارنه بالفترات اللي فاتت، ولا حضرتك شايف الموضوع يعني؟ بص يا استاذ كريم، يعني المفروض ان فيتوريا لما تم التعاقد معاه من خلال الاتحاد المصري لكره القدم، الكلام كله كان عن فيتوريا المدرب المشروع. احنا عندنا عارف يعني بقى لنا فتره كده نقعد نتكلم على المدرب المشروع، مدرب المشروع سواء في الانديه وبعدين اتنقلت من الانديه دلوقتي بقت في المنتخبات. فالمدرب المشروع المفروض فيتوريا عامل يعني عنده من الوقت اللي يسمح له ان هو يحقق كل الاهداف المطلوب منه. مفيش مدير فني جه لمنتخب مصر وعنده الاريحيه في الوقت ان هو كيفيه اداره الوقت مع منتخب مصر، ان هو قاعد مع المنتخب اول مره حد يوقع تعاقد مع الاتحاد المصري لكره القدم لمده 4 سنوات. ودي مده كافيه جدا ان هو ينفذ فيها كل حاجه، ومن ضمنها اللي كان بيقولوا عليه ثابت ان هو خطه للمنتخبات كلها من اول الناشئين، لان احنا انت عارف حضرتك ما عندناش للاسف الشديد ما جبناش مدير فني للاتحاد. يعني الكلام في البدايات قبل ما مشي ايهاب جلال وبعد ما قال ان هيكون في مديرين فنيين اجانب، كان الحديث في هذا التوقيت عن وجود مدير فني للاتحاد، ده نمره واحد. أيوه. وهو ده اللي بيتبني عليه اللي عنده كل النو هاو، اللي هو ازاي عنده المانيوال اللي هيمشي عليه الاتحاد. تمام. سواء في المنتخبات بقى، سواء في المسابقات، سواء في كل الامور الخاصه بمسابقات الاتحاد ومنتخبات السنيه المختلفه، وده ما حصلش. نرجو ان فيتوريا هو بقى اللي يكون هو المسؤول عن القصه دي في الاتحاد، وهو وعد ان هو هيعمل الكلام ده في خلال ال4 سنين دول، هيكون هو المسؤول عن ان احنا نشوف جيل طالع بمرحله سنيه زي ما قال ثابت، ان هي يقل المعدل السن بالنسبه للمنتخب ويكون في لعيبه طالعه من تحت 4 5 6 لعيبه يكونوا ينضموا لقوام المنتخب الاساسي. يا مسهل الحال، يا مسهل الحال، كلنا بنتمنى هذا الامر بطبيعه الحال. طيب تعالوا بقى نروح لاول نسخه من كاس العالم بيتم تنظيمها واقامه فعالياتها على ارض دوله عربيه، والى اي درجه متفائل بحسن استضافه قطر لفعاليات المونديال؟ بالتاكيد قطر الميزه فيها كمان ان اول مونديال بيقام في ارض عربيه، فانت تحس كمان ان كل نكهه عربيه موجوده. قطر متمسكه قوي بالحته العربيه في كل حاجه بصراحه. قطر في التنظيم اكيد هتبهر العالم، ده مما لا شك فيه. برضو الامكانيات الامكانيات الماديه هناك كبيره، فمتوقع ان قطر هتبهر العالم في التنظيم. ولكن اللي هينجح البطوله كمان ان قطر توصل للدور الثاني. يعني قطر ما حصلتش في تاريخ كاس العالم ان المنتخب المستضيف ما يصعدش من دور المجموعات الا مره واحده بس سنه 2010، كانت من جنوب افريقيا. فنتمنى دي ان حتى لو وصلت للدور الثاني بتساعد كمان اكتر على نجاح البطوله، وبتساعد كمان اكتر على الحضور الجماهيري. كل ده يعني بيفرق. يعني في رايك ممكن منتخب قطر طبعا بقياده لاعبه المحترف اكرم عفيف، لو تغلبوا على الاكوادور وارد ان هم يتصعدوا ويحصل تصعيد بعد كده كمان؟ حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي نقطه ترتيب المباريات. النهارده قطر حظها حلو ان هي بتقابل تدريجيا، مبارياتها تدريجيا. صحيح. اول مباراه الاكوادور، بعد كده السنغال، بعد كده هولندا. فدي النهارده لما تكسب في الافتتاح منتخب يعتبر، انا شايف ان اسهل، يعني يعتبر يعني الاسهل منتخب نظريا كده الاكوادور في المجموعه. فانت مقارنه بالسنغال الاكوادور مع قطر مع قطر هو قطر اضعف منتخب على الورق، بس انت لما تبقى مستضيف يعني حتى القيمه التسويقيه، مثلا هولندا في حته تانية، منتخب هولندا والثلاث يعني هولندا مثلا القيمه التسويقيه بتاعتهم 587 مليون يورو، مقابل السنغال 288 مليون يورو، الاكوادور 142، قطر 14.9 مليون يورو. اوكي. التصنيف الهولندا الثامن على العالم، السنغال ال18، الاكوادور ال44، قطر ال50.
فانت بتتكلم ان هولندا في حته والثلاث منتخبات التانيين في حته طبعا، وقطر عندها فرصه ان هي اول مباراه ليها قدام الاكوادور، فلو كسبت وخدت الثلاث نقط بتاعتها هتقدر ان هي بعد كده تقابل السنغال، حتى لو اتعادلت ممكن تقدر ان هي تصعد بعد كده. على ذكر السنغال، يعني كنا قلنا في مقدمه حلقه النهارده ان تم ضم ساديو ماني، تم ضم اسمه الى قائمه بالزبط. منتخب السنغال برغم الاصابه، ومحدش عارف نسبه مشاركته هتكون عاملة ازاي، توقعاتك ايه في الحتة؟ لا هو بالتأكيد يعني ساديو ماني مش هيفوت فرصة ان هو يبقى موجود في مونديال قطر 2022. طبعا قيمة فنية لمنتخب السنغالي وجود ساديو ماني، هداف السنغال 35 هدف في مشوار ساديو ماني مع المنتخب سود التيرانجا. ساديو ماني اصابته طبعا كانت في الدوري الالماني في مع بايرن ميونخ، مع بايرن بالظبط، وطبعا خرجوه اول ما حس ان هو كان عنده حاجة في يعني تحت الركبه كده، في حاجه اسمها مشبك يعني تحت الركبه، كان في هي الاصابه فيه بالتحديد. طب دي اصابه ممكن يتم علاجها سريعا ولا من الصمت اللي بيطول؟ يعني 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 ممكن زي ما حصل مع محمد صلاح في روسيا في اصابه الكتف، ممكن يحصل مع ماني برضو في 2022 ان هو هياخده معاه. طبعا هو في القائمه موجود، هيروح ويتم علاجه في الفتره دي، العلاج الطبيعي اللي هو اللي يقدر يرجعه بسرعه ان شاء الله. حتى لو ادوا له 25000 حقنه عشان يلعب، هيلعب يعني سليم، لازم يلعب، لازم يشارك، حتى لو فوت اول ماتش في المونديال، لكن اعتقد ان هو برده زي صلاح هيلعب الماتش الثاني. اعتقد ان ماني برده هيشارك في المونديال باي شكل من الاشكال. توقعاتكم في المجموعه الاولى مين اللي هيصعد؟ يعني بتهيألي هولندا مش محتاجين نتكلم عن صعودها ولا ايه؟ هولندا الاول، ولا دايما بيكون في مساحه لوجود اي مفاجآت غير متوقعه؟ هو ده كاس ده عرف ثابت يعني، اعرف كاس يعني العالم يعني هولندا بس ماشيه يعني كويس طبعا يعني. هي يعني غض النظر عن التصنيف يعني طبعا احنا زي ما قال ثابت، تصنيف هولندا الثامن، وبعد كده بيجي السنغال، وبعد كده الاكوادور، وبعد كده قطر، لكن هي فعليا على الارض المفاجات موجوده على الارض الواقع يعني، ممكن يحصل مفاجاه، لكن بنتكلم في اسماء ولاعيبه محترفين وقيمه تسويقيه، وفان جال مدرب زي كده عندنا، هو بيروح ويجي يعني. فان جال لو تعرف يعني تاريخه مع منتخب هولندا، مسك في 2018 ومشي، وبعدين رجع، وبعدين مسك في 2015 يعني، كان هو دايما يروح ويجي على المنتخب. فعنده خبره كبيره في التعامل مع البطولات الكبرى، واعتقد ان هولندا طبعا هي مرشح اول، والثلاث مراكز الثلاث منتخبات الباقيين هم اللي هيبقى الصراع بينهم على المركز الثاني للتاهل من هذه المجموعه. ولكن انا اعتقد ان السنغال هي الاقرب في مع هولندا في التاهل. ما ده اللي انا كنت هقوله، يعني ليه متشكك في صعود السنغال؟ ما السنغال برضو ليها وزنها الحقيقه، وبالذات بالمقارنه ببقيه الفرق اللي موجوده معاها في القائمه، ولا انت شايف ايه؟ طبعا كمان وجود ساديو ماني غير ان هو فنيا، هو وجوده كقائد طبعا. انت النهارده لما بيتسفر معاهم قائد في الفرقه، ده ليدر بره الملعب وجوه الملعب. ساديو ماني بيفرق معاهم كمان نفسيا ومعنويا، زي محمد صلاح بالنسبه لنا بالظبط لما كان وجوده في كاس العالم بيفرق يعني، وجوده برده كقائد ليدر حاجه مهمه يعني. ساديو ماني لوحده ب 60 مليون يورو لوحده كده، قيمته التسويقيه 60 مليون يورو، اغلى من منتخب قطر، فاهم؟ انا شايف ان المفاجاه تبقى لو قطر صعدت، المفاجاه من المجموعه دي رغم ان هي المستضيف، لان هي تبقى لو قطر صعد، لان قطر على مستوى فنيا طبعا هي اقل من الثلاث فرق التانيين، الثلاث فرق التانيين اقل منها، لكن لو وصلت دي اللي هتبقى المفاجاه. لكن الاقرب طبعا هولندا رقم واحد والسنغال رقم اثنين. طب مش المنطق يقول ان المنتخب القطري خلال الفتره اللي فاتت بعد ما تم التصريح والاعلان عن استضافه قطر للمونديال، مش المنطق يقول ان هم الفتره اللي فاتت يكونوا عملوا شغل بالنار طبعا. كلنا هنتفاجئ بيه مع حتى مباراه الافتتاح، عملوا ان دي فرصه مش هتتكرر كتير، عملوا سبع وديات يعني. انا معايا الوديات بتاعت قطر، كسبوا بلغاريا، تعادلوا مع سلوفينيا، تعادلوا مع جامايكا، خسروا من كندا 2-0، تعادلوا مع تشيلي، كسبوا جواتيمالا، كسبوا البانيا، يعني عاملين مباريات وديه كويسه. ولكن طبعا يبقى برضه المنافسين ليهم مش بس عاملين شغل معاهم. المدرب الاسباني سانشيز ده من 2017 عندهم استقرار يعني حوالي 7 سنين. فلكن فكره ان السنغال هي هتبقى الخطر على قطر ان هي ما تصعدش. اكيد حجم متعه المشاهده تعتقد هتكون متحققه بنسبه قد ايه في المجموعه الاولى بصفه خاصه الاسماء اللي احنا قلناها؟ لا هو بالتاكيد منتخب هولندي منتخب عريق يعني، لعب على فكره منتخب هولندا لعب
نهائي كاس عالم 3 مرات بس للاسف، وكان عنده طبعا مجموعه لعيبه ودايما متواجد في المربع الذهبي بالظبط. يعني لعب 3 نهائي للاسف ما فازش ولا مره بالنهائي. طبعا يعني بيتمنوا ان هم يكونوا يوصلوا للنهائي كاس العالم، لكن طبعا في المجموعه دي يعني هيبقى المشاهده طبعا عاليه نظرا لوجود افضل يعني افضل منتخب في افريقيا حاليا هو منتخب السنغالي طبعا. يعني ده الحقيقه يعني ده الواقع، بالاضافه طبعا لقطر الدوله المنظمه هيكون في طبعا يعني كل الناس متابعه منتخب قطر لان هو صاحب الاستضافه، وبعدين الماتش الاول بيتلعب في البيت فلازم قطر تكسب انه استاد البيت هو اللي بيتلعب فيه اول مباراه، فالماتش هيتلعب في البيت يبقى لازم نكسب، ده اللي في البيت عندنا يعني لازم يكسبوه. صحيح العمليه بيت، العمليه بيت عاملين حاجه كده على الضيق. طب برضو اكيد ناس كتير قوي افتقدت وجود او هتفتقد وجود منتخب الجزائر. دايما الجزائر من المنتخبات العربيه اللي بيبقى لها طعم شديد الخصوصيه لما بتكون متواجده في كاس العالم بصفه خاصه، يعني بعيدا حتى عن امم افريقيا، انا بتكلم في كاس العالم الجزائر بتتوحش عاده وبتبقى مشكله كبيره وعقبه قصاد كل الفرق اللي بتلعب معاها ايا كان حجمها عامل ازاي، مفتقدينها برضه. منتخب الجزائر واحد من المنتخبات القويه، وكان بالنسبه لي مفاجاه ان هو ما يوصلش كاس عالم، يعني قدام الكاميرون كان هو منتخب الجزائر الاقوى، كانوا عاملين استقرار مع المدرب جمال بالماضي، ماشيين كويس جدا، ولكن كانت مفاجاه ان هم ما يوصلوش كاس عالم، خاصه كمان ان هم كانوا في 2014 عملوا شغل كويس وقدروا ان هم برضو يحرجوا منتخب المانيا. فالجزائر لا يعني منتخب كمان هو قريب من مصر في حته صحيح. الروح والقتال ونفس الحاله اللي عاملها جمال بالماضي والجماهيريه كمان صحيح. نفس الحاله اللي كان عاملها جمال بالماضي كان عاملها كابتن حسن شحاته مع منتخب مصر يعني طبعا. نفس الفكره فنتمنى طبعا ان الجزائر ان شاء الله ترجع، واعتقد ان هم عندهم محترفين كتير قوي فاعتقد ان هم هيرجعوا طبعا. باذن الله. برضو من المفاجات اللي كانت بايخه قوي لعشاق كره القدم في العالم فكره برضو عدم وجود منتخب ايطاليا في كاس العالم، ازاي يعني تيجي ازاي دي يعني حاجه برضو حزينه جدا. ما هو بالتاكيد لازم يبقى في كل بطوله استاذ كريم لازم يكون في كل تصفيات سواء افريقيا اوروبا امريكا لازم يبقى في بس ما تجيش في ايطاليا منتخب واحد كده تلاقيه يعني من المنتخبات القويه تلاقيه مش موجود. فالحظ بقى قطر 2022 ان منتخب الادزوري مش هيبقى موجود للاسف، وليه متابعات عاليه جدا ايطاليا بالتحديد ليها جماهيريه غير عاديه طبعا سواء طبعا جمهور ايطاليا او بره طبعا ايطاليا طبعا. لا وبعدين لعيبه شيك كده في الملعب يعني ليهم ستايل شديد الخصوصيه ومن قديم الازل يعني في الاجيال الايطاليه المختلفه وما ليهم شكل مختلف دايما في ارض الملعب وبيلعبوا باناقه انجاز التعبير. انت بتشوف المدير الفني بره بيبقى لابس شكله عامل ازاي والناس قاعدين على البنش بره تحس ان هم قاعدين في خارجين في سهره يعني. صحيح انا هم راقيين جدا الحقيقه. طيب خلونا نطلع فاصل سريع بعد اذنكم ونرجع نكمل كلامنا وندخل بقى معاكم على تفاصيل المجموعه الثانيه. اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع الاستاذ وليد ماهر والدكتور احمد ثابت اللي منوريني في حلقتنا النهارده. شفنا معاكم بمجرد العوده من الفاصل الاخير ده اللي في الفيديو جراف الاخير شويه تفاصيل متعلقه بالمجموعه الثانيه في المونديال، ودي المجموعه اللي هنبتدي بقى نتكلم مع ضيوفي الاعزاء يعني حول تفاصيلها. والمجموعه الثانيه بالمناسبه بتضم انجلترا وايران وامريكا وويلز، فخلينا نبتدي مع حضرتك ورؤيتك لحجم المنافسه هتكون عامله ازاي في المجموعه دي. يمكن في تشابه ما بين المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه في الفريق اللي هو الاوروبي اللي زي ما كان هولندا في المجموعه الاولى حظوظها الاعلى، فطبعا المنتخب الانجليزي بالتاكيد شارك في كاس العالم 16 مشاركه في كاس العالم وحصل على كاس العالم طبعا عارفين سنه 66، بالتاكيد هو حظوظه الاعلى في المجموعه نظرا لان حضرتك لو تعرف قائمه المنتخب الانجليزي اللي اختارها ساوث جيت المدير الفني 26 لعيب طبعا من ضمنهم ثلاثه حراس مرمى كلهم محترفين في الدوري الانجليزي. يعني 25 لعيب في الدوري الانجليزي ولعيب واحد فقط هو اللي محترف في الدوري الالماني، وده اصغر لاعب في منتخب انجلترا اللي هو بيلينغهام لاعب خط الوسط، وده يمكن من اصغر اللاعبين في البطوله عنده 19 سنه ومن اغلى ايضا اللاعبين في البطوله. فبتاكيد دوري انجليزي اقوى دوري في العالم حاليا طبعا، فلما يكون كل اللعيبه المختارين من قبل ساوث جيت من الدوري الانجليزي 25 لعيب بتاكيد كان عنده كمان حيره في الاختيارات، كان عنده حوالي 29 او 30 لعيب
كانوا يستحقوا الانضمام للمنتخب. دي حاجه تحير فعلا. طب ما كلهم اتقل من بعض بالشكل ده. يمكن المدرب امبارح المباراه اللي هي كانت ما بين مدرب برينتفورد بعد الماتش صرح وقال ان توني اتظلم في عدم ضمه للمنتخب. توني ده اللي هو المهاجم اللي جاب في مانشستر سيتي امبارح. طبعا مانشستر سيتي اتغلب امبارح واحنا مبسوطين طبعا انه اتغلب 2-1 امبارح. وتوني هو اللي جاب الجونين وكان ممكن النتيجه اصلا في اخر دقيقه كان ممكن توصل ل 3-0 و 3-1 تقريبا في نهايه الشوط الثاني. تألق فعلا واضح من توني وتألق من لعيبه اخرين في الدوري. لكن طبعا يمكن المدرب برضو برينتفورد قال ان هو برضو يعني رغم ان هو قال ان توني يستحق الانضمام للمنتخب الانجليزي في كاس العالم لكن اكد ان كل المدربين بيعملوا يعني بيحاولوا يضموا اقوى 26 لعيب موجودين في القائمه. فهو قال بس لو حصل حاجه يعني مدرب قال لو حصل حاجه لاي لعيب في المنتخب الانجليزي الفتره اللي جايه حد حصل له اصابه او حاجه لازم توني يبقى اول واحد ينضم للمنتخب. هو فعلا لعيب مهاجم قوي جدا وهداف. هل اللي بيتقال ده معناه ان مفيش اي مساحه مثلا ان منتخب ويلز يعمل مفاجاه في المجموعه دي؟ والله ويلز بقياده جاريث بيل المنتخب برضه قوي ولكن اعتقد ان عندهم فرصه. يعني هي معركه النووي ما بين امريكا وايران هي مفتوحه ما بين الثلاثه بس اعتقد ان ايران هي الاقرب. بس الثلاثه مستواهم يعني الى حد ما متقارب. الكلام اللي يتقال على ايران يتقال الى حد ما على امريكا ويتقال على ويلز ويمكن تبقى ويلز اقل كمان. ويلز عندها برضه لعيبه كويسه في الدوري الانجليزي وعندها بن ديفيز. عندك ايران منتخب ايران مع كارلوس كيروش بالطريقه الدفاعيه. لكن عايز اتكلم في المجموعه دي على نقطه مهمه جدا في منتخب انجلترا. منتخب انجلترا هو الاعلى تسويقيا في البطوله. انا شايف ان هو المنتخب الوحيد اللي عنده بديل واساسي بنفس الكفاءه. المنتخب الوحيد حتى البرازيل مثلا لو بصيت على الظاهرين مش هتلاقيهم بنفس الكفاءه. يعني عندهم عجز في الحته دي. لكن هنا انجلترا القيمه التسويقيه بتاعتهم 1.2 بليون يورو. تخيل قيمتهم التسويقيه. لو استعرضنا القايمه كمان اللي معانا اللي هي بتاعت الاغلى اللعيبه في القايمه التسويقيه في كاس العالم اغلى 10 لعيبه في كاس العالم منهم أربعة من منتخب انجلترا. بالظبط اغلى لاعب في انجلترا فيل فودن. هل ده في حد ذاته يعني لازم يبقى له انعكاسات في التكيب يعني طبعا بتدخل في الحسبان يعني التفصيله دي. طبعا انت عندك القايمه مستعرضينها على الشاشه اللي هم ال10 اغلى 10 لعيبه. انت عندك مبابي طبعا منتخب فرنسا 160 مليون يورو. فينيسيوس جونيور في البرازيل نجم ريال مدريد طبعا 120 مليون يورو. الثالث فيل فودن من منتخب انجلترا لعيب مانشستر سيتي 110 مليون يورو. الرابع جمال موسيالا نجم منتخب المانيا وبايرن ميونخ 100 مليون يورو وده سنه 19 سنه. اول اربعه 23 سنه 22 سنه 22 سنه 19. بيدري نجم اسبانيا وبرشلونه 100 مليون يورو. بيلينجهام اللي انا قلت عليه نجم منتخب انجلترا وبيلعب في بروسيا دورتموند 100 مليون يورو. فالفيردي نجم ريال مدريد ومنتخب اورجواي 100 مليون يورو. هاري كين نجم منتخب انجلترا وتوتنهام 90 مليون يورو. ساكا نجم الارسنال ومنتخب انجلترا 90 مليون يورو. جافي نجم برشلونه واسبانيا 90 مليون يورو. يعني بص هتلاقي اربعه ايه كميه الملايين اللي الدكتور طرطشها في وشنا واحنا قاعدين كده. اربعه عادي كده بتتكلم 100 مليون كده و200 مليون عادي كده بنقول الرقم عادي. اربعه من انجلترا في اول 10. وبص حضرتك كمان على الاعمار اللي كنت بتكلم عليه ان لازم يبقى عندنا جيل صاعد. مش لازم نستنى ان اللعيب يوصل 23 و24 عشان يلعب فريق اول. أيوه. بص على الاعمار فينيسيوس جونيور 22 فودن 22 جمال موسيالا 19 بيدري 19 بيلينجهام 19 سنه ساكا 21 جافي 18 سنه. بتتكلم في لعيبه كلها يعني معدل الاعمار صغير. هات برده القايمه الثانيه اللي هي قايمه الاصغر اللعيبه برده في المونديال هتبص تلاقي بيوضح لك برده الفكره. اوكي ده مين في المونديال عموما مش في المجموعه دي في المونديال عموما. اوكي اصغر لاعب في المونديال يوسوفا موكوكو نجم منتخب المانيا 17 سنه. واو ده مهاجم منتخب المانيا هيبقى موجود في كاس العالم. الاصغر اللي بعده جافي اللي احنا اتكلمنا عليه برشلونه اللي هو نجم منتخب اسبانيا 18 سنه. ده اللي قدامنا على الشاشه اللي هو جابوه يوسوفا موكوكو نجم منتخب المانيا ده اصغر لاعب. برده جمال موسيالا يعني في اتنين من المانيا من اصغر اللعيبه. بيدري في اسبانيا 19 سنه. بلينجهام 19 سنه في انجلترا. رينا في امريكا 19 سنه. برضو انطونيو سيلفا ده احسن مدافع صاعد في العالم بيلعب في منتخب البرتغال عنده 19 سنه والناس تتفرج عليه في كاس العالم. مدافع بنفيكا البرتغالي مدافع كويس جدا. وفي نونو مينديز ده باك شمال باريس سان جيرمان والبرتغال برضو عنده 20 سنه.
فبتتكلم في ان دول اصغر 10 لعيبه موجودين في المونديال. حاجه نتكلم برضو على المنتخب الانجليزي برضو في مجموعته تفوق على بولندا والبانيا وقدر ان هو يسجل 39 هدف في مشوار التصفيات، يمكن هو تاني اقوى خط هجوم في المجموعه بعد التصفيات الاوروبيه بعد المنتخب الالماني اللي هو اقوى خط هجوم المنتخب الالماني طبعا برصيد 42 هدف، وده دليل على قوه خط هجوم المنتخب الانجليزي. بالتاكيد في لعيبه متميزين على راسهم طبعا كين مهاجم توتنهام ومهاجم طبعا يعني مكنه اهداف بالنسبه للمنتخب الانجليزي طبعًا. ومن تحتي بقى ستيرلينج وفودن ويعني وساكا صح منتخب تقيل فعلا حاجه تخض الخامس على العالم عندهم ناس كتير قوي بيقدروا يلعبوا على الجون كويس جدا. طب هو بالمناسبه هل كثره عدد مشاركات اي منتخب في نسخ مختلفه من المونديال الى اي درجه بيبقى للتفصيله دي قول في الحكايه؟ هي يعني بتدي تفوق من ناحيه تاريخيا يعني من قوه المنتخب تعرفه من عدد مشاركاته. بس انا بكلمك كمان على فيما يتعلق بمساله ما انت في كاس العالم بتلعب مدارس كرويه مختلفه من كل حته في العالم، ففكره ان انت خط في الحكايه دي عدد من المرات فبالتالي بقى عندك خبره اللعب مع المدارس المختلفه دي اكيد برضو بيبقى لها فرق وبيبقى لها تاثير بشكل او باخر ولا ايه؟ بتفرق طبعا. بالتاكيد يعني في النقطه دي بالتحديد كل ما كان عدد المشاركات الدوليه للمنتخبات مع كبير وتصنيفهم في الفيفا تصنيف متقدم ده بيفرق، لان هو بيلعب ما بيلعبش مع مدارس واحده يعني ما بيلعبش مع مثلا اوروبا، لا بيلعب مع اوروبا بيلعب مع امريكا الجنوبيه بيلعب مع افريقيا طبعًا. بيلعب مع مستويات مختلفه عشان يقدر ان هو لان هو المحك في الاخر اللي هو ايه اعلى بطوله واغلى بطوله والبطوله اللي بيتابعها مليارات طبعًا. البشر في العالم هي كل اربع سنين في كاس عالم طبعًا. فهو بالتالي لازم بيلعب مع كل المدارس لان هو هيعمل الكلام ده هو هيتعرض له لما يجي يلعب في كاس العالم ان هو يلعب مع طبعًا. كل منتخبات مختلفه طبعًا. من كافه القارات يعني طبعًا. فبالتاكيد لما بيلعب مع مدارس مختلفه بياخد خبرات يبقى عارف المدارس دي يعني مثلا على سبيل المثال مصر هتلعب بلجيكا يوم الجمعه. ايوه. ليه المنتخب البلجيكي اللي هو حاليا المصنف الثاني على العالم ليه اختار منتخب مصر؟ لان هو عنده منتخب المغرب في مجموعه منتخب المغرب يلعب مع فريق وعايز يلعب مع طبعًا. مدرسه قريبه طبعًا. من المدرسه الافريقيه فلقى ان مصر هي اقرب حاجه ليها مشابهه لمنتخب المغرب في طريقه الاداء وشكل اللعب. فطبعا بالتاكيد فكل مدير فني قبل المونديال بالتحديد بيلعب مع كل المستويات وكل المدارس عشان يقدر ان هو لما يجي في الامتحان الاخير في كاس العالم يعرف يلعب كل منتخب بالشكل والطريقه اللي يقدر يكسب بيها. على ذكر النقطه اللي احنا بنتكلم فيها دي، هل تعتقد ان يعني في ناس كتير شايفه ان الماتش الودي المباراه الوديه اللي ما بين مصر وبلجيكا هي المحك بقى الحقيقي اللي بناء عليه نقدر نحكم على فيتوريا وجوده مع المنتخب، الى اي درجه انت متفق مع الفكر ده؟ هو يعني هو مش 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 حكم عليه، يعني هو مش حكم نهائي مش حكم نهائي هو انت بتاخد مؤشرات. المدرب دايما بتقييمه بيبقى مثلا بعد 6 أو 7 ماتشات تقدر تقول المدرب ده فكره كويس هينجح بتقيمه، لكن هي دايما في الماتشات الكبيره بتفرق مع الجمهور طبعا جدا. لما طبعًا. انت تعمل مثلا ماتش بتفضل في الذاكره ان انت تعمل ماتش كويس قدام، زي مثلا ما بنفتكر ماتش البرازيل مصر والبرازيل طبعًا. ايطاليا بنفتكر طبعًا. ماتش مصر وايطاليا على طول. ده النهارده على ذكرى العطره الى هذه اللحظه. والله يعني برضو من الحاجات المنوره في تاريخنا خاصه الحقيقة. ان ده جيل ذهبي في منتخب بلجيكا، يعني دي بروين ولوكاكو وباتشواي ولاعيبه كتير نوفيستل وهازارد، الجيل الذهبي ده وكورتوا طبعا في حراسه المرمى، جيل ذهبي في منتخب بلجيكا. فانت اما تكسبه او ان انت تعمل عليه نتيجه يعني نفسنا ان احنا يبقى الاداء كويس، تبقى الفكره الاداء متقارب يعني. طب ما الجيل الذهبي ده للمنتخب البلجيكي مش ممكن ينتج عنه مفاجاه هو كمان؟ يعني مش ممكن نلاقيه مثلا في المربع الذهبي ويتصعد يعني لو بتتكلم على وارد لو بتتكلم على المنتخبات اللي هي يعني احنا بنتكلم في برازيل ارجنتين، هو طبعا انا نفسي ارجنتين عشان ميسي يعني ياخد بطوله بقى قبل ما ان ده هو ميسي صرح على فكره امبارح ان كاس العالم في قطر ممكن يكون الاخير لميسي مع ده كان متوقع مع الارجنتين. وطبعا انا اتمنى يعني
من كل قلبي ان ميسي طبعا ياخد كاس عالم في قطر ان شاء الله. وهيكون اخر مونديال برضو لكريستيانو رونالدو ونيمار. يعني نيمار برضو قال امبارح صرح تصريح قال انه ممكن يكون الاخير ليا مع منتخب. طب ما كده كتير من متعه المشاهده حتى هتغيب عننا. عايزين صلاح، ما فيش غير صلاح. ايوه بقى ايوه بقى. كنا بنتكلم على اخر حاجه على المنتخب على المنتخب على المنتخب البلجيكي. ان طبعا المنتخب قدام بلجيكا هيبقى مباراه صعبه بكل التاكيد. نتمنى ان هي يعني ان روي فيتوريا يكون موفق. طبعا هو في الاختيارات كان عليه برضو كلام ان انتقد، بس بعض النقد يعني، ولكن انا شايف ان الاختيارات كلها موفقه. ماتش بلجيكا قصدك؟ شايف الاختيارات كلها موفقه. هو بصراحه لا، هو ثابت، هو اللعيب الوحيد يمكن فيتوريا يعني يعني ما اعرفش سر تمسكه. انا مع احترامي الكامل لاحمد كوكا المحترف في الدوري التركي، لكن احمد كوكا خد فرص كتير جدا مع منتخب مصر على فترات طويله، الفتره يعني على مدار 3 سنين تقريبا اللي فاتوا، لكن يعني مش ده هو المردود، ولا مفيش كيمياء ما بين احمد كوكا يمكن وجماهير الكره المصريه. ممكن ارد عليك بالراي الثاني بقى، اللي هو ان هو احمد حسن كوكا مثلا كمدرب كفكر روي فيتوريا، انا جبته مثلا في الماتش الاخير ما جه وما لعبوش. لا جه وسجل يعني قال الماتش اللي هو الودي بس ماتش يعني. هو وعلى فكره ماتش ضعيف جدا يعني. التفصيله دي اتقالت على كذا حد قبل كده، وبالمناسبه وعلى راس القائمه محمد صلاح شخصيا. فكره انه اللعيبه المحترفين في الدوريات الاوروبيه المختلفه بيبقوا مع فرقهم كوم ومع المنتخب المصري كوم تاني، وفي ناس بتقول ان مرجعيه ده هو فكره ان يعني شوفوا فرق اللي بيلعب مع مين ومين بيخدم عليه انجاز التعبير، هو قوه المنافسه، هو كوكا فعلا والهارموني اللي بينه وبين اللعيبه اللي هو بيلعب معاهم بالمقارنه باللعيبه المصريين اللي مش بيقابلهم غير كل كام معسكر والتاني. هو كوكا يعني هو كوكا فعلا في مكان بيجي في المنتخب ما كانش بيبقى اداؤه هو الامثل. الامثل ولكن هو انا بتكلم مثلا من لو انا بفكرت مكان فيتوريا دلوقتي هو بيحط قايمه لسه بياخد فكره بياخد انطباع لاعب وديتين، فلما جاب كوكا الماتش اللي فات سجل معاه، فهو لسه كان بيعمل مقارنه ما بينه وما بين شريف وحاطط احمد ياسر ريان الرابع بتاعهم، واضح جدا من تفكيره كده. فهو حاطط كوكا، هو مش هيلعب يعني، هو اللي هيلعب مصطفى محمد، واضح ان هو هيبقى محمد صلاح وتريزيجيه بعد اصابه عمر مرموش، ربما يلحق وربما لا، فهيبقى محمد صلاح وتريزيجيه وبديل مصطفى. هيبقى بديله هو كوكا، هو حاطط كوكا كبديل يعني مصطفى محمد. بصراحه هو ظلم احمد ياسر ريان يعني بعدم اختياره في محمد شريف يعني اي منهم يعني احمد ياسر او محمد شريف يعني هم اللي كانوا يستحقوا اللي هم موجودين في مباراه بلجيكا. مع كل طبعا احترامي لاحمد حسن كوكا يعني، بس هو للاسف الشديد مع المنتخب ما قدمش المستوى اللي يخليه موجود يعني حتى كبديل. بس ارجع تاني واسالكم نفس السؤال، لان النقطه دي اتكررت قبل كده على السنه محللين ومعلقين وكتير من الجماهير بطبيعه الحال، فكره ان اللعيبه المصريين بره بيبقوا وضع ومع المنتخب بيبقوا وضع تاني. هل للمعضله دي حل؟ هل للمشكله دي حل من خلاله يبقى في مساحه وقت كافيه لوجود تناغم وانسجام ما بين لاعبتنا المحترفين في الخارج وبقيه تشكيل المنتخب، ولا ده هياثر بطبيعه الحال على وجودهم مع فرقهم؟ يعني هي النقطه دي بالتحديد يا استاذ كريم يعني ما بتحصلش غير في يعني لعيبه اسماء بعينها يعني مش، لكن المعظم المحترفين ما فيش حاجه اسمها محترف هيجي ينسجم. لا، هو المحترف يعني لعيبه محترفين هم بيلعبوا مع بعض بقالهم 4 5 6 سنين. أيوة. سواء في منتخبات الشباب او منتخب الاولمبي او المنتخب الاول. فهم مش لسه هيتعرفوا على بعض، لا دول مع بعض طالعين مع بعض في يعني على فترات زمنيه قريبه مع بعض، وبيكون موجود معاهم بعض اللعيبه من اجيال ثانيه اللي هي الاجيال الاكبر. فنغمه ان هو محترفين لما بيجوا مع المنتخب مصر بيبقوا بشكل تاني، انا يعني فيها ظلم للاعيبه المحترفين. بيقول لك ان هم خايفين على الاصابات وبيلعبوا بالشوكه والسكينه، والكلام ده يعني مش مظبوط، لان احنا بنظلم كده اللعيبه المحترفين بتاعتنا وعلى راسهم طبعا محمد صلاح. اذا كان محمد صلاح نفسه كان بيتقال عليه نفس الجمله دي طبعًا. ان هو بيلعب مع المنتخب بيبقى واخد وحتى جمله خايف على رجله سمعناها في وقت من الاوقات على محمد يعني صلاح. هو ده عيب، وده طبعا بيأثر بتأكيد على محمد صلاح يعني نفسيا ان هو بيحس ان كل الجماهير قاعده متربصه. محمد صلاح بيلعب ازاي مع منتخب مصر؟ شوف خايف على نفسه ازاي؟ شوف مش عارف لا طبعا مش كلام مش مظبوط خالص، ومش منطقي ان احنا نقوله وان احنا نردده في وسائل الاعلام يعني.
الدكتور طبعا هي السوشيال ميديا يعني نمره واحد متفق معاه في وجهه النظر دي؟ طبعا متفق معاه بكل تاكيد. انا شايف ان المحترف لازم لما يجي، انت دلوقتي بقى عندك محترفين كتير الفتره دي كمان بتطلع في سن صغير، يعني لسه شايفين لعيب في 2006 محترف اوفنهايم الالماني بيلعب جابرييل بيلعب في الارتكاز، لعيب كويس جدا. فانت عندك لعيبه صغيره هي بدات تطلع، لما بتندمج مع منتخب الشباب في السن ده يبدا يجي مصر ويتعرف ويعرف اللعيبه ويتعود عليهم والاجواء دي، حاجه مهمه. انا شايف ان المحترفين هتفرق كتير، زي ما فرق مع الجزائر وفرق مع تونس وفرق مع المغرب، دي نقطه مهمه جدا. وبعدين بصراحه برضو ثابت قصه ان المحترفين، لا المحترفين لازم فعلا، المحترفين اللي هم بيقدموا مستويات عاليه مع انديتهم في الخارج لازم يكون ليهم الاولويه في المنتخب، ده شيء طبيعي جدا. هو ده منطقي وقليل قوي لما بس برضه منطقي بس قليل نشوف فروقات يعني ما بينهم وبين الباقي. قليل قوي لما تلاقي حد كويس قوي مثلا، يعني زي ما بيتقال على كوكا ان هو متالق في مسيرته الاحترافيه، لكن هو متالق لكن مع المنتخب مش يعني ما اظهرش نفس التالق، لكن ده ممكن يكون واحد لكن ما نقدرش نعممه على الكل. طب فهي دي النقطه اللي عايز اوضحها. طب تعال نرجع مره ثانيه للمونديال وتحديدا لمفاجآت المونديال، واللي كان من ضمنها استبعاد راموس من منتخب اسبانيا وفيرمينيو من البرازيل. طب يعني راموس لما ما يشاركش مين اللي هيكسر اللعيبه اللي في الفرق اللي هيلعب؟ بس راموس مين اللي هيدغدغ الدنيا في ارض الملعب؟ لا بس هو لعب، بس هو لعب اخر فتره، كان لعب مباراه باريس سان جيرمان كان لاعب اساسي في الفترات الاخيره، بس مش هيشارك مع منتخب بلد. لا 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 انا بتكلم على هو شارك مع، هو بيلعب في باريس سان جيرمان فهو الفتره الاخيره، او انت عارف كان عنده اصابه قعد فيها طويله شويه، بس هو بقى له 7 أو 8 مباريات مشارك بصفه اساسيه، عشان هو كان عايز طبعا يكون ليه دور مع هو مش أسبانيا. في السكواد الاساسي بتاع اسبانيا. هي دي فكره، ان هو المدرب برضو زي فكره روي فيتوريا، ان هو بقى له سنه ونص ما بيروحش المنتخب، يعني هو بيعتمد على بوتوريس وبيعتمد على جارسيا وبيعتمد على اكتر من مدافع معتمد عليهم، فهو مش من فكره قوي. بس طبعا وجود راموس حتى ليدر بره بالزبط. يقدر يساعدك، بس اكيد هو اكيد عمل له مشكله، او اكيد مثلا لما كان، لان هو في المباراه الاخيره كان بينزله بديل، فوجود راموس برضو على الدكه وينزله بتبقى مشكله. هل الموضوع ده علاقه بشكل او باخر بفكره متوسط الاعمار للعيبه اللي هيشاركوا في المنتخب؟ ده من ضمن حسابات المديرين الفنيين بالتاكيد في المنتخبات الكبيره، ان هو يعني عامل حساب النقطه دي بالتحديد في بعض المراكز. هو برضو هي قصه مش قصه، طب عنصر الخبره كده ما هي القصه مش قصه وبعدين القصه مش قصه ان هو ينزل بالاعمار بس، لا القصه لكن في بعض الاوقات بيبقى في بعض المراكز محتاجه للعيبه عندها خبره عاليه، زي حراسه المرمى، زي قلب الدفاع، لكن احيانا هو قلب الدفاع المركز الوحيد اللي هو ممكن يخرج بره الحسابات دي، ان هو ما يعتمدش عليه. ليه؟ لان هو بيحتاج المركز ده بالتحديد يا ثابت، انت عارف طبعا، بيحتاج للعيب على عنده سرعات عاليه صحيح. وعنده قوة انقضاض وعنده ارتخاء عالي في الكرات العالية، قوة الانقضاض الحقيقة اللي هو بني الدنيا انقضاض. فكل ده في المستويات العالية اللي هي زي كاس عالم، هتحتاج لعيبة بمستوى بسن صغير صح. بمستوى قدرات بدنية معينة عشان يقدر يجاري السرعات اللي هتبقى في كأس العالم. فعشان كده ممكن يكون الاختيار تم على مع لعيبة او على الاقل جزء منه وكمان ممكن يكون عايز يحافظ على اوضه اللبس. راموس ممكن وجوده بره على الدكه يعمل لك مشاكل، ما بيلعبش ليه؟ هيلاعب لعيبه ثانيه. بس انت قلت اللبس في كاس العالم بالذات محتاج يبقى فيها روح من الصمت. طبعا هو راموس وجوده يفرق كقائد، بس ممكن اكيد عمل له مشكله كذا مره. ويمكن فيرمينو امبارح احنا بنتكلم على اللعيبه اللي استبعدت من كاس العالم، فيرمينو امبارح برضه قدر ان هو يجيب هدف رائع امبارح، وكان يعني متالق جدا. متالق انا بشكركم على وجودكم معانا في حلقتنا النهارده، جزيل الشكر، نورتوني واسعدتوني، وان شاء الله نلتقي على خير باذن الله. شكرا لكم. شكرا كريم وصباح الخير عليك. صباح الفل عليك. وخلونا نطلع فاصل سريع جدا مشاهدينا في كل مكان، ونرجع عشان نستقبل الدكتوره ريهام الحياوي اللي هنفتح معاها ملف يهم كتير منكم، خليكم معانا.